أنا علي محمد باكير من خريطة الربيعة محافظة حما، طالب هندسة طبية سنة ثانية جامعة تشرين. قررت أن أعمل كف صناعي يساعد جرح الجيش بشكل رئيسي، إضافة إلى شريحتين ثانيات اللي عندهم شلل بنمو شلل بحركة الأصابع واللي عندهم فشل بنمو الأصابع. طبعا الكف بتركب بطريقة بسيطة مشان يقدر المريض يركبه لحاله ويساعده على يعيش حياة طبيعية مستغنى عن الناس. ضايف له ميزتين أساسيات اللي هن مثل القلم والملعقة، حتى يقدر الواحد ياكل اي متى بده، وهالشيء بيغني عن مساعدة العالم لإله. إضافة إنه فينا نحن نلبسه كف من الصوف ليبين بشكل طبيعي، وهالشيء ما يسبب له إحراج قدام العالم. وأهم شيء إنه هذا عبارة عن نموذج الشرح، أنا عم بشتغل على التطوير رح يصير بشكل طبيعي. طبعا رح أضيف له ميزتين أساسيات اللي هن الكف بشكل اليد الحقيقي، بنقدر نحن نلبسه لهذه الإيد حتى تبين بشكل اليد الحقيقي تماما. وهالشيء بيمنحها ميزتين أساسيات، مسك عالي أكبر بالأشياء، وإضافة إنه ضد المي لحتى الواحد يقدر يساعده بالاستحمام ويستغنى عن العالم حواليه. التكلفة تبع حاليا بهذا الشكل رح تكلف حوالي 20,000 ليرة سوري. طبعا انا عم بوقف بدنا نضيف لها الميزات هذيك، رح تصير يقدر سعر ب 50,000 ليرة سوري، وهالشيء بيسمح لاي شخص انه يشتريها بهالمبلغ هذا وتساعده لحتى يعيش حياه طبيعيه.